نتمنى أن يعلق فيها المنتخب الوطني رقما جديدا وأيضا انتصار جديد في هذه المباراة الودية أمام منتخب جزر الرأس الأخضر، منتخب لا يستهان به بالنظر إلى المستوى الذي وصل إليه في السنوات الأخيرة، وهو الذي أثار العرق البارد للمنتخب المغربي. سوف نكون معكم أيضا في بث مباشر من ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وتوافد عدد غفير جدا من أنصار المنتخب الوطني الجزائري لمساندة زملاء الوافد الجديد أمين قويري وبشير بلومي في تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها الناخب الوطني جمال بالماضي. اليوم أيضا الحدث مشاهدينا هو قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في 13 جانفي 2024 بأبيجان بكوت ديفوار. القرعة ستنطلق بداية من الساعة 8 تتخللها عروض فنية أيضا قبل سحب القرعة، والمنتخب الوطني الجزائري يتواجد في المستوى الأول رفقة كبار القارة. مشاهدينا الأعزاء، لتحليل ونقاش الخاص بمباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب الرأس الأخضر نتشرف باستضافة عز الدين رحيم لاعب الدولي السابق. أهلا وسهلا بك معنا عز الدين رحيم. مساء الخير إبراهيم، شكرا على الاستضافة، ومساء الخير كل متتبعين الحصة. شكرا لك يا عز الدين رحيم. نرحب أيضا بالحارس الدولي السابق خالد ديكيماش، أهلا وسهلا بك. مساء الخير إبراهيم، مساء الخير عز الدين، ودائما مسرور بكوني معكم. مرحبا بك خالد ديكيماش، ولا ننسى أن نوجه رسالة دعم معنوي للإخوة والأشقاء في فلسطين. عز الدين رحيم، خالد ديكيماش في الأراضي المحتلة، إن شاء الله الله يكون في عون الفلسطينيين معهم قلبا وقالبا. قبل أن نبدأ الحديث وتحليل مباراة المنتخب الوطني الجزائري، نستغل الفرصة بوجود لاعب سابق في اتحاد الجزائر ولاعب سابق أيضا في فريق الشباب بالوزداد للحديث عما يدور في كواليس في أقل من دقيقة. نبدأ معك خالد ديكيماش. رحيل سفان فاندن بروك أخلط الأوراق في بيت فريق الشباب بالوزداد. لا، ما نظنش بلي اخلط الاوراق، انا اظن بلي الاداره غلطت في هذا المدرب، صادي لو كاستينغ تاع هذا لونترينور اللي تي با اللي تي با بون، وانا جو بريفيري يروحوا بودو دو ولا تروا جورني خير ما باسكو كانت الاجواء فريمون مكهربه. يعني افضل قرار، افضل قرار، اظن بلي افضل قرار بلي كان تفاهم بالتراضي ويروح يجي مدرب جديد اللي كان اللي يعرف الفريق ديجا، المدرب البرازيلي باكيتا. يعني تؤيد رحيل سفان؟ كومبليتوم كومبليتوم، باسكو ما انا كانوا عندي دي زيكوم داخل الفريق بلي ما عرفش كيفاش يصير المجموعه، وكان عنده ديفريكسيون مع احسن ما فعلت الاداره باعاده المدرب ماركوس باكيتا الى الفريق. اظن باكيتا في الوقت تاعو كان الفريق شباب الوزداد يبراتيكي ان تري تري بون فوتبول. نعم. والجمهور تاع شباب الوزداد يحب هذيك طريقه اللعب الجميله. طريقه اللعب البرازيلي. ان شاء الله يعاود ينجح ويعاود يجوز لنا في لا ميم بيريود اللي جوزها افون ان شاء الله. ان شاء الله. عز الدين رحيم، اتحاد الجزائر، عبد الحق بن شيخه صاحب الفضل في تحقيق كأس الكونفدرالية وكأس السوبر أمام العملاق الأهلي المصري يرمي المنشفة ويغادر الفريق. والله أول نتأسف كثير على ذهاب بن شيخة، لأنه مدرب اللي جاب للفريق وش كان يستنى منذ تأسيس الفريق. أنا نظن باللي الباركور تاعو كان تري 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 بوزيتيف، تمنينا أنه عبد الحق بن شيخة أنه يستمر، والاستقرار في الفريق مهم جدا، لكن القرار الأخير يرجع ليه، هذا قرار شخصي يرجع ليه. أنا نقول باللي بلك الوقت الكافي تاع الراحة اللي كان سبب في الرحيل تاعو أبرين فينال مع كاس لا مقبل الأهلي كاس الكونفدرالية ما كانش وقت كبير وما كانش وقت راحه باش اللاعبين يعاودوا يسترجعوا الطاقه تاعهم، كان وقت قصير باش يعاودوا يسترجعوا. ضربه موجعه لاتحاد الجزائر برحيل بن شيخه. بيان سور ضربه موجعه، لانه الفريق هذا ماشي غير الفريق اتحاد العاصمه، نقول ضربه موجعه، لكن في الاخير القرار يرجع ليه، هو اللي خد القرار، ونقولوا نتاسفوا على الذهاب تاعو. نعم، ان شاء الله يكون الخليفه تاعو يكون في المستوى تاع عبد الحق بن شيخة. إن شاء الله هذا ما نتمنى لفريق اتحاد الجزائر الذي شرف الجزائر ورفع العلم الوطني عاليا. كل التوفيق لكل الأندية الجزائرية ليس فقط اتحاد العاصمة. نفتح
نقاش اليوم الخاص بمباراة الجزائر وجزر الرأس الأخضر، مباراة هامة لأنه جمال بالماضي لا يعترف تماما لا بمباراة رسمية ولا بمباراة ودية، واليوم الهدف واضح خالد ديكيماش هو تحقيق الفوز لمواصلة السلسلة بعد مباراة بطولية وكبيرة في السنغال. أظن الأخ إبراهيم أن الأمور جدية بدأت في الفريق الوطني، باسكو ما يخفلكش بلي هذا أو آخر دات فيفا قبل تصفيات كأس العالم، وجوج موراها راح يجي البطولة الإفريقية. دونك داير ميم الناخب الوطني كان ديكلارا اون كونفيرونس دو بريس قال لك في هذه المقابلات هذه ما راحش يكونوا تغييرات كبيرة، جو بونس كو راح يدير براتيكمون يفا سو رابروشي لو بلوس بوسيبل من ليكيب تيب وما راحش يبدل بزاف. باسكو اوني دون لو خلاص دخلنا دون لو فري في هاد الزوج مقابلات هادو، يعني وقت الجد ينطلق، يعني لا تغييرات ولا اظن باللي اخرى جانبيه، يعني تشكيله بنسبه 80% واضحه بالنسبه لجمال بالماضي، من تقدر تقول حتى 90%، وما نظنش انا بلي راح يكونوا لاعبين جدد في المقابله في الفتره القادمه حتى لا كوب دافريك، باسكو عنده ديجا لو جروب تاعو لا كونستيتوي. داير غويري ما جاش صدفه في هاد لي دو ماتش هادو باش يكون بريزون في لي دو بروشان ماتش تاع ليزيماتور تاع كوب دي موند بلوس لا كوب دافريك. واظن لو جروب اللي كومبلي ومتكامل، وان شاء الله راح نحقوا نتيجه قبل دو بون ماتش اللي راح يخلونا توجور للمورال او بلي هو. عندنا سلسله تاع مقابلات وين ما نهزمناش، دونك شحال رانا دوك 8 9 مباريات ما نهزمناش، 9 مباريات ان شاء الله لو كان ما نزيدش نهزموا فات الزوج سافايتر 11. مهم جدا من الناحية المعنوية. نعم. وجديد المنتخب الوطني مشاهدينا الأعزاء أمس هو لاعب فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي ياسر العروسي الذي تلقى الدعوة سيلتحق اليوم بالجزائر لخوض غمار التربص الخاص بشهر أكتوبر في مكان أيت نوري المصاب. أيت نوري قدم مباريات كبيرة على الرواق الأيسر وأثبت قوته وجدارته، وجمال بالماضي لديه أسلحة أخرى ومن بينها العروسية. أزدين والله مهم جدا. مهم جدا. ديجا كنا ننتظروه من قبل هذا التربص. نعم. كان اسمه يتداول، اليوم حضر في التربص هذا، الفرصة راح تكون ليه وراح تكون إضافة للفريق الوطني. أنا نقول لك المباريات هذو مهمة جدا للمنتخب الوطني، خاصة الاختيار دي ناسيون اللي نستحقوهم، دو ناسيون ديفيرونت، ناسيون اللي نجم راهي مع كبار كرة القدم مصر. الرأس الأخضر سي ابي بري الميم نيفو تاع لي زيكيب افريكان اللي راح نشوفوها في فلاكوب دافريك. انا نقول اليوم الناخب الوطني ما عندوش وقت كافي انه يجرب اللاعبين، راح يحوس على التشكيله اللي راح يبريباريها باش تكون لي 11 تاعو يكونوا بري فور لي كومبيتيسيون. مباراه مهمه، انا نقول باللي خاصه المباراه تاع اليوم اللي انا نعتبرها مقياس، لانه المنتخب الوطني نقولوا باللي الرأس الأخضر راح تكون عندنا مقابلات في تصفية كأس العالم راح يكون نفس النمط تاع هذه الفرق. أنا نقول الفريق الموزمبيقي نفس طريقة لعب كل فريق الرأس الأخضر، لكن المشكل احنا علاش مباراة هذو مهمة؟ أنا نقول باللي هذا مجرد رأيي الخاص. على كل حال احنا لما نتقابلوا على منتخبات اللي نجم نقول ما عندهاش ثقافة كبيرة في كرة القدم، ماهمش دي ناسيون كبار كبار كبار، نلقاو صعوبات. الصعوبات هادو صعوبات في بناء اللاعب، في بناء اللاعب، في بناء اللاعب. نعم. حنا الحلول لما نلقاو فريق اللي يريح لك للوراء، هنا المشكل اللي راح نلقاوه انه ما نلقاوش الحلول سواء. وهذا ما حدث في كأس افريقيا 2022 في المباراة الأولى أمام سيراليون، وحتى في المباراة الثانية قبل مباراة كوت ديفوار. ولهذا لازم يكون لازم كل المنتخب تاعنا والناخب الوطني يعمل من هذا الجانب، لازم تكون عندنا خطط كثيرة. كاين فرق اللي تريح لك الوراء، لازم عليك انك تلقى الحلول، والحلول لازم تجيبها. وكاين فرق اللي دي ناسيون كبار، انا لما نتقابلوا مع دي ناسيون كبار ما راحش يكون المشكل، لانه الحلول كاينه والمنتخب لا خوف عليه في المباريات الكبيره. لكن المباريات الصغيره نعطيك على سبيل المثال برك، الاونه الاخيره الحلول لما نحوسوا على الحلول
لما تلقى الحلول كاين مشكل اخر هو لا فينيسيون اللي ناقصه بزاف. شفنا اليوم عوده سليماني بارابور للسن نتاعو، حنا لازم لنا لاعب في المنتخب الوطني اللي يخلص الهجمات ويريح المنتخب. صحيح. لانه لما تلعب مع فريق يتكتل لك الوراء، لما تسجل عليه هدف ببدايه راح تسهل عليك الامور ويلقى ويكونوا حلول كبيره. رجوع اليوم تاع سليماني لانه بالك الوحيد اللي مازال ما لقيناش لاعب اللي مثل سليماني اللي في كل مره يحل العقده ونفس الخصائص. نعم. قدوم تاع قويري انا نظن باللي ان شاء الله هذا واش راهو يبحث عليه الناخب الوطني، لاعب اللي يكون بخصائص مختلفه، رينار تاع لا سيرفاس لا فينيسيون، لاعب اللي يسجل لك اهداف ويخليك في اريحيه، هذا هو الشيء اللي ناقص. انا نقول اليوم المباريات هذو مع راس الاخضر راح تكون مفيده خاصه في بناء اللعب ووجود الحلول. هذا 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 شيء مهم للمنتخب الوطني. ونقولها انه اليوم المهمة لن تكون سهلة تماما أمام الرأس الأخضر، لأنه هذا المنتخب تطور كثيرا خالد ديكيماش في الأونة الأخيرة، وما فعله بالمغرب خير دليل، يعني الحيطة والحذر في مباراة اليوم. لا أظن باللي جميع الفرق الإفريقية تطورت، شفنا احنا فريق تنزاني وين ما قدرناش نفوزوا عليه، درنا نتيجة 0-0، دوك هذوك لي سكور فلوف ولاو ما كانوش ولاو ما كانش في إفريقيا. نعاودوا لي برك واش قلت من قبيلات بارابور جروب إبراهيم. اظن لو كان كاين جوست اون اكسيبسيون جو بونس كو سرا فات بالنسبه للاعب بن ناصر، الى عاود يسترجع الامكانيه تاعو راح يكون في المجموعه، باسكو بن ناصر عنده وزن. نعم خالد معذره، هذه هي صور مباشره خاصه بالشروق الاخباريه من ملعب الشهيد حملاوي بمدينه قسنطينه، صور الاحماءات الخاصه بحراس المرمى داخل الملعب، ومن هذه الصوره يتبين بانه عدد غفير جدا من أنصار المنتخب الوطني الجزائري حاضرون بملعب الشهيد حملاوي بعد سنوات طويلة. آخر مباراة خاضها المنتخب الوطني الجزائري بملعب الشهيد حملاوي كانت أمام نيجيريا، والمنتخب فاز ربما بهدف مقابل لا شيء، هي آخر مباراة بملعب الشهيد حملاوي، وهو ما يفسر يعني تعطش جمهور مدينة قسنطينة وحتى من كل الولايات لهذه المواجهة لمتابعة زملاء رياض محرز وأشبال المدرب جمال بالماضي في هذه المباراة. تفضل خالد. اي قلت لك ابار بن ناصر لو كان يعاود يسيب روحه يعاود يجيبوا ليكيب ناسيونال باسكو عنده كمان وزن كبير. بن ناصر بخصوصي اليوم وسائل الاعلام الايطاليه اكدت بانه اسماعيل بن ناصر سوف يعود الى مركز تحضيرات الميلان ميلانيلو، ويبدا التدريبات بدايه من يوم الاثنين المقبل. دونك راح يكون عنده وقت باش يسترجع الطاقه. هل الوقت هذا يكون كافي؟ لا يكون كافي باسكو بن ناصر كم تدريبات فرديه. فرديه اظن مازال براتيكمون ترومون بور لا كوب دافريك، شغل ليكسيبسيون جو بونس راح تندار بالنسبه لبن ناصر. نعاود نقول بارابور للفريق الراس الاخضر، اليوم شفناه باللي ما كانش مقابله سهله في افريقيا، شفنا باللي شفنا واش صرالنا حنا ديرنيرمون في لا كوب دافريك. كما كان يقول عز الدين يجي ايكيب شاد صرات لنا مع فريق تنزانيا وان كان. استسمحك خالد ديكيماش مره اخرى، التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني الجزائري في مباراه الراس الاخضر موندريا، في حراسه المرمى عطال على الجهه اليمنى، رامي بن سبعيني، موندي وطوبا، هذا هو رباعي الدفاع. في وسط الميدان زروقي، عوار، غويري، رياض محرز، عمورة، وإسلام سليماني. التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني الجزائري في مباراة جزر الرأس الأخضر تنطلق بداية من الساعة 8:00. الحارس موندريا في حراسة المرمى، عطال على الجهة اليمنى، بن سبعيني على الجهة اليسرى، موندي وفضل طوبا راح يكون على الجهه اليسرى، بن سبعيني وموندي في محور الدفاع. في المحور. نعم، منصب جديد لبن سبعيني في المنتخب هو الوطني الجزائري. المدرب الوطني بن سبعيني راح يكون في لاك في محور الدفاع، الماتش راح يكون توجو في المحور. نعم، عطال على الجهه اليمنى، طوبا على الجهه اليسرى، في وسط الميدان زروقي، عوار، وايضا محرز، قويري، عموره، واسلام سليماني. كيف سيتم توظيف قويري وسليماني في هذه التشكيله؟ اظن بالماضي ما راحش يبدل طريقه اللعب تاعو، اللي راح تكون براتيكمون 4-3-3، والمدافعين اللي راك هضرت عليهم راح يكون صادير 4-1-2-3، دونك راح يكون في الميليو تيران، راح يكون زروقي،
افونسينا عليهم عوار وكويري. نعم. كيما لا بوزيسيون راح محرز راح يكون في البوست تاعو، وعمورة راح يكون في على الكوتي، وسليماني راح يكون في لاكس. يعني كويري يلعب وراء المهاجم. اكزاكتومون ميليو تيرا وراء المهاجم، سادير اون 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 في ميون كيلكو سورت. نعم عنده الامكانيات باش يشغل هذا. سادير لو سي لو بوست تاعو في فريق ران الفرنسي. نعم تفضل عز الدين. نفس السيستم اللي قال خالد، وانه ينجم يدير كويري مثلث تسمى مثلث بالمقلوب، كويري وراء المهاجمين ويلعب بتنين ريكيبيراتور. مش كيتش عز الدين باسكو على بالك، احنا على بالنا بلي فريق راس الاخضر راح يجي يتمركز في الدفاع، ومام عوار اون جينيرال لو بوست تاعو ما راحش يكون سي با اون سنتينال ولا سي با اون جينيرال اللي افونسي. عوار سي لونسيان نيميرو 8 تاع دونك سي فري كو لو بوست هذا نيكزيست بلو نيميرو 8، مي لو بوست تاعو ابري كيما فغولي عوار وفغولي ابري سي لو ميم. نستطيع القول بانه التشكيله 4 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 نجم تكون 4 2 3 1 لانه في كي تكون عندك كره وكي تفقد الكره في لا ترونزيسيون ديفونسيف اكيد راح يكون عندهم معلومات انه اللاعبين اللي في وسط الميدان انهم واحد فيهم انه يولي للوراء، ولهذا نقول في لانيماسيون اوفونسيف سي فري كو لو سيستيم يتبدل، نولوا نلعبوا لي دو ينجموا يصعدوا بلوس لي دو اتاكون، لكن في لانيماسيون ديفونسيف ني توبليجي دو دابور ان جوار اللي يكون في وسط الميدان اللي يلعب في الهجوم انه يرجع، ولهذا نقولوا في لا ترونزيسيون ديفونسيف انه العودة اللاعبين واجبة. حسب هذه الأسماء، حسب هذه التشكيلة، نستطيع القول بأنها 80% 90% التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني. أظن كاين جوست حاجة في نعم. الدفاع، أظن باللي الدفاع 90% هذه التشكيلة أبارك طوبا بن سبعيني ماندي طوبا و لا عطل. أظن لو كان أيت نوري كان اليوم حاضر يكون أيت نوري على جالي يصح. نعم باسكو بالنسبة ها معليش كمل بالنسبه للمدرب الوطني بن سبعيني قلت لك راح يواسيها في لاكس باسكو دار ميم هو على بالنا احنا كاع بلي لاون فورماسيون اكسيال في بارادو ميم احنا سيرتان مومون كنت في الفريق الوطني اون جون كي جبناه اوتون كو اكسيال دونك عنده ديجا لا فورماسيون تاع اريار سنترال اي بي بو عطال لي تيتولير دونك جوست على الكوتي غوش مي بار كونتر كاين ان بوين انتغراسيون بارابور للزروقي دونك شفناه في هذه المقابلات الاخيره للفريق الوطني ما قدمش مستوى يعني مع فريقه يقدم مباريات كبيره مع فاينورد في مباراه اتلتيكو مدريد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذا البث المباشر الخاص بمباراة الجزائر وجزر الرأس الأخضر. اللقاء سينطلق بعد أقل من 20 دقيقة بملعب الشهيد حملاوي المكتظ عن آخره بإنصار المنتخب الوطني الجزائري بالأعلام الجزائرية والأعلام أيضا الفلسطينية. معنا أيضا في استوديو شروق الإخبارية لدينا أيضا صورة خاصة بالحدث قبل صورة المباشر من ملعب الشهيد حملاوي، والحدث هو قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 ستلعب في 2024 بالتحديد 13 جانفي القادم بكوت ديفوار. المنتخب الوطني الجزائري في المستوى الأول رفقة منتخبات كبيرة في القارة، رفقة المنتخب السنغالي، منتخب كوت ديفوار البلد المنظم، المنتخب المصري والمنتخب المغربي، حتى المستوى الثاني عز الدين رحيم خالد ديكيماش لا يقل شأنا الكاميرون، المنتخب الغاني، نيجيريا بقيادة المهاجم فيكتور أوزيمان، وأيضا منتخب بوركينا فاسو ومنتخبات أخرى قوية. حتى المستوى الثالث في إفريقيا حاليا نستطيع القول بأنه ليس هناك منتخبات كبيرة وأخرى صغيرة. لا شغل تطور بزاف المستوى في إفريقيا. هذا نشوف أنت فريق كيما أفريق دو سود ولا فريق كيما زومبيا ولا فريق كيما الأنغولي راه في المستوى الثالث صحيح. ايه وتشوف كاين لا 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 ما شاء الله استادير صافيت ان شاء الله اون تري بون كوب دافريك، وان شاء الله على كل حال احنا الحاجه المليحه لنا سكرنا في البون نيميرو 1، هذا امر يشرف الفريق الوطني. نتمنى مواجهه الكاميرون في المجموعه بما انه في المستوى الثاني. نقدروا نشوفوا على كل حال. على كل حال عندنا احنا ان ستاندينغ احنا لازم ندافعوا عليه وخلاص صحيح. صدير احنا اون بو با على بشكيش كاين ايضا فار رياضي بكل صراحه، كاين فار رياضي ما نقدروش نديرو بير واش درنا في 2022 ما شكيتش نديرو بير صحيح.
اش في كيتش نديرو بير. وان شاء الله كيما قلت سافا تي ريفونش كيما راك تقول انت اخويا ابراهيم، وهذا الامر هذا راح يخلينا ان شاء الله نروحوا بعيد في هذه الكره. وافضل ثار هو نيل الكاس من جديد، ليس فقط او الحاجه المليحه الفوز على الكاميرون. الحاجه المليحه تانيك اخ ابراهيم لونترينور كمان تتكاكا مع روحه وبدل الفريق وشبب الفريق، وهاد لي جوار يزون سواف صادير عندهم تعطش، عندهم تعطش للالقاب كيما اللاعبين كيما شايبي كيما كويري. بعد سنه 2019 اصبحنا كتابا مفتوح من الناحيه التكتيكيه، من ناحيه التشكيله، من ناحيه التركيبه البشريه، نقولها مباشره وعادي بكل مصداقيه. بالماضي حفظ الدرس جيدا من خلال المباريات الوديه المتنوعه مع منتخبات كبيره واخرى صغيره بطرق لعب تكتيكيه مختلفه، وحفظ الدرس ايضا من خلال التشبيب ما من بام لو جروب. لو جروب ستادير راهو يشبب في الفريق بالعقل بالعقل، ستادير خلى دي زونسيان كيما محرز كيما سليماني. انا نقول الخيبه تاع كاس افريقيا الماضيه، نقول بلي الفريق ما حضرناش مليح والمنافسه ما حضرنا لهاش مليح مليح، ولهذا الواحد ما كان ينتظر انه المنتخب يخرج في الدور الاول. والمردود ما كانش الاجواء صحيح، الاجواء والظروف كوفيد، الكوفيد كان عليك وعليهم ماشي غير عليك انت. يا الكوفيد هذاك براتيكمون كاع مردود الكوفيد، قاس لو موند اونتي ما قاسش غير الفريق. لكن نقولوا احنا من ناحيه التحضير ما حضرناش المنافسه كما ينبغي. دوكا المنتخب الوطني خدا الدرس والتحضير اللي رانا نشاهده اليوم قبل شهرين او ثلاث اشهر المنافسه، نحس باللي المجموعه راهو يحضر فيها وكل صغيره وكبيره راهي يمدها للاعبين باش اللاعبين يكونوا واجدين من هذاك الوقت. صحيح. نتحول الى ملعب الشهيد حملاوي بمدينه قسنطينه مع موفد الشروق الاخباريه محمد بوحصان من ملعب الشهيد حملاوي. محمد بوحصان موفد قناه الشروق، اهلا وسهلا بك. اجواء كبيره بملعب الشهيد حملاوي بعد اخر مباراه كانت قبل سنوات من الان امام منتخب نيجيريا. الجمهور القسنطيني والجزائري ايضا من كل الولايات تنقل الى مدينه الجسور المعلقه من اجل مؤازره اشبال المدرب جمال بالماضي. هل لك ان تصف لنا الاجواء هناك يا محمد يا ابو حصان؟ ريثما يكون موفد الشروق محمد بوحصان معنا لنقل الأجواء الكبيرة هناك بملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة. نذكر فقط بالتشكيلة الأساسية التي سيدخل بها المنتخب الوطني الجزائري هذه المباراة. الحارس موندريا في حراسة المرمى، عطال على الجهة اليمنى، في محور الدفاع رامي بن سبعيني وعيسى ماندي، على الجهة اليسرى أحمد طوبة لاعب فريق ليتشي الإيطالي، في وسط الميدان زروقي وعوار، في منصب وراء المهاجمين أمين قويري، رياض محرز على الجهة اليمنى، على الجهة اليسرى محمد الأمين عمورة، وفي الهجوم إسلام سليماني. نذكر فقط بأنه في كرسي الاحتياط لدينا كل من زغبة توغاي الشايبي وسفيان فيغولي. نعود إلى ملعب شهيد حملاوي موفد الشروق الإخبارية. محمد بوحصان أهلا وسهلا بك محمد بوحصان من جديد معنا. هل بوحصان معنا؟ سنعود إليه ريثما يكون معنا محمد بوحصان لنقل الأجواء في ملعب الشهيد حملاوي. أقل من ربع ساعة عن انطلاق هذه المواجهة الودية بنكهة رسمية أمام منتخب جزر الرأس الأخضر. آخر مباراة ودية كانت بين الجزائر وهذا المنتخب كانت في تاريخ 2018، فاز حينها الضيوف الرأس الأخضر بثلاث أهداف لهدفين. هل محمد بوحصان جاهز من ملعب الشهيد حملاوي؟ نعم محمد بوحصان معنا، أهلا بك. كيف هي الأجواء في ملعب الشهيد حملاوي محمد؟ نعم زميلي إبراهيم مساء الخير ولضيوف الكرام. هنا بملعب الشهيد حملاوي أجواء رائعة جدا، أجواء احتفالية في هذه المقابلة التحضيرية الودية مع فريق جزر الرأس الأخضر. المقابلة تلعب بشبابيك مغلقة منذ حوالي الخامسة مساء، يعني هناك عائلات كثيرة حضرت لهذه المقابلة من عدة ولايات من الوطن، كلهم من أجل الفريق الوطني الجزائري ونصرة فلسطين. فالعالم الفلسطيني بقوة هنا، يعني الشعب الجزائري راهم بالقلب مع الشعب الفلسطيني. نعم زميلي، حسب التشكيلة الأساسية التي دخل بها اليوم
جمال بالماضي نشاهدوا يعني كل العناصر المندرية يعني عطار بن سبعيني ماندي توبا زروقي عمورة سليماني قوري عوار ومحرز يعني تشكيلة أساسية دخل في هذه المقابلة مع الاعتماد على بلومي وبعض اللاعبين الآخرين كان في الاحتياط ربما هو ليشوف في المقابلة هذه مصيرية لأن يعني بالماضي يريد أن يثبت التشكيلة الأساسية قبل تصفية المونديال وأركان في كوت ديفوار مطلع شهر جانفي القادم. يعني كما تشاهدون أجواء رائعة جدا احتفالية هنا قبل نصف ساعة من انطلاق هذه المقابلة الودية التحضيرية بملعب الشهيد حملاوي الذي لم يشهد مقابلة الفريق الوطني منذ 6 سنوات حوالي من الآن. زميلي نعم أما محمد بوحصان كنت منذ أول أمس داخل ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، الأرضية أرضية الميدان تبدو بحلة جيدة. نعم نعم تفضل. نعم 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 زميلي أرضية زميلي إبراهيم يا أرضية الميدان جيدة وجميلة جدا يعني تساعد اللاعبين في لعب كرة القدم يعني هي ممتازة بشهادة اللاعبين والطاقم الفني. يعني هذا قبل المقابلة أعجب كثيرا اللاعبين بهذه الأرضية الجميلة. فدى الشروق نيوزيلا ملعب شهيد حملاوي شكرا جزيلا لك. والأمر المهم مشاهدينا في هذه المواجهة هو دخول لاعبي المنتخب الوطني الجزائري إلى أرضية ملعب شهيد حملاوي قبل حوالي ساعة ونصف من الآن بالكوفية الفلسطينية في دعم للقضية الفلسطينية للإخوة والأشقاء في فلسطين. ستكون الصورة معنا بعد قليل، لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بالكوفية الفلسطينية وأيضا مدرجات ملعب الشهيد حملاوي اكتست الألوان الخاصة بالعلم الفلسطيني. أرضية الميدان عزدين رحيم جاهزة ونقولها مباشرة بكل موضوعية، أرضية ميدان ملعب الشهيد حملاوي بسواعد جزائرية وشركة جزائرية خالصة. وهذه راح تساعد المنتخب تاعنا. الأرضية مهمة جدا خاصة اللاعبين لما يكون الأمر أنك أن تحب تفرض طريقة لعب ويكون لعب جميل، الأرضية لازم تتبعها ويكون أرضية مناسبة للفريق. نقول المشكل هذا ننظر اليوم راح يكون إن شاء الله المنتخب يقدم لنا مباراة في المستوى باش هكذا نعرفوا الفريق بيبري المستوى اللي راه وصل له قبل تصفيات كأس العالم وقبل كأس سيدخل الفريق. بقوة المنتخب في هذه المواجهة تعتقد؟ إن شاء الله الضغط على المنافس للتسجيل مبكرا. أنا نظن اليوم الفريق الوطني لازم يفرض طريقة لعب تاعه ولابد. الحاجة اللي متخوفين منها هو التوظيف، كيفاش راح يكون توظيف تاع الوسط الميدان قويري زروقي لا قويري وعوار لا في الامام كيفاش راح يكونوا اسكو هذا الثلاثي هذا يمشي مليح يكونوا في المستوى. هذه النقطه اللي انا متخوفين منها. ما عدا هذا ان شاء الله نشوفوا المنتخب اللي رانا حابين نشوفوه يفرض طريقه لعب تاعو. وننتظر انطلاق هذه المواجهة لمعرفة الكيفية التي سيلعب بها المنتخب الوطني الجزائري. سؤال عن الحراس خالد كيماش موندريا، نستطيع القول بعد المباراة الكبيرة التي قدمها بملعب عبد الله واد بالعاصمة السنغالية، نستطيع القول بأنه الحارس الأساسي في المنتخب؟ لا طبعا، نظن بعد المقابلة هذيك ما فيش نقاش، فرض نفسه راح يكون الحارس الأساسي للفريق الوطني إلا إذا كانت عنده إصابة ولا وابك. وان غارديان بوت أخ إبراهيم لازم تكون عنده لا كونفيونس، لازم يدير في راسه بلي هو النيميرو 1 سورتو ان ايكيب ناسيونال. مهم جدا يعني لازم تكون عنده لا كونفيونس كما كانت عند مبولحي، وين مبولحي كان وين شفناه وين كان بلا فريق ويلا في لا كونفيونس تاع لو سيليكسيونور، هذا الامر خلاه يكون توجور في مستوى عالي. اظن بنفس الشيء اليوم لا ترانزيسيون لا ايتي فات اون برينسيپ لا بريم مبولحي سي بون خلاص جزنا لا بيريود هذيك ابريم مبولحي ان شاء الله. ويمنح الامان والاطمئنان والضمان مونديال. لا شفنا ما شاء الله. ما هو الامر الذي يتميز به؟ ريفلكس عنده ريفلكس اجيليتي ما شاء الله. سي ان غارديان تري اكسبلوزيف ماي لي با تري تري غون دو تاي سي تري تري اكسبلوزيف يعني شغل اكسبلوزيف باش كيفاش نقولها بالعربيه يعني.
نعم. موندريا في حراسة المرمى سيكون أساسيا في هذه المواجهة، هذه الصورة جميلة جدا ورائعة للاعبي المنتخب الوطني الجزائري، دخلوا بالعلم الجزائري والعلم الفلسطيني. محمد الأمين عمورة قادري موندريا الذي كنا نتحدث عنها الآن، وكل اللاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري دخلوا إلى أرضية ميدان ملعب الشهيد حملاوي بالعلم الفلسطيني والعلم الجزائري، وهو نفس الحال بالنسبة للأنصار في هذه المباراة بملعب الشهيد حملاوي. العلم الفلسطيني حاضر بقوة في مدرجات الملعب على أكتاف الآلاف من أنصار المنتخب الوطني، كما كان متوقعا من شعب يقدر معنى الكفاح من أجل الحرية. برافو لأنصار المنتخب الوطني الجزائري في الملعب، وبرافو أيضا للاعبين والطاقم الفني، وإن شاء الله تكتمل الفرحة هذه بانتصار على منتخب جزر الرأس الأخضر. البداية ستكون مهمة خالد ديكيماش، تعتقد ضغط عالي على المنافس، محاولة التسجيل من الدقائق الأولى؟ لا، ضمن اليوم راح نشوفه على حسب كما راني نشوف الأمور، راح تكون فرجة يعني باسكو هذه أول مقابلة راح يكون فيها عوار تيتولير، أول مقابلة تاع غويري، سي دو جوور تري تكنيك اللي راح يجيبوا ان بلوس تري امبورطون للفريق الوطني. أظن باللي اليوم راح نشوفوا فريق وطني واحد آخر بارابور ادابيتود بارابور لهاد لي دو جوور هادوما. مهم جدا الفوز في هذه المواجهة. لاعب آخر يقدم مستويات كبيرة وبدأ شيئا فشيئا ينال ثقة المدرب جمال بالماضي، وهو محمد الأمين عمورة عز الدين رحيم، بدأ يأخذ المكانة. نتحدث بصراحة سنة 2022 بعد إقصاء المنتخب الوطني، جمال بالماضي نشط ندوة صحفية بعد المباراة الثانية التي انهزم بها فيها المنتخب الوطني الجزائري، قال بأنه محمد الأمين عمورة ما زال صغير وليس مستعدا لهذا النوع من المباريات، لكن الآن مستعد. أمين عمورة لعب حتى في الأونفيل رود ولعب حتى أمام ليفربول وقدم مباراة كبيرة وضيع حتى هدف أمام الحارس أليسون بيكر. راه يكبر الاخ ابراهيم، انا ظن بلي الداخل الوطني كان عنده الحق يعني، وعمورة خرج من البطوله الوطنيه ماشي كيما لاعبين اللي تكونوا في البطولات الكبرى، دونك كان لازم له شويه وقت باش يتاقلم مع لو نيفو. الحمد لله اليوم رانا شفناه اليوم باش تدخل تيتولار، شفنا لا ديرنيير فوا وين كان يدخل اشاك فوا دوزيام ميتون يقدم مردود كبير وكان يقلب لي ماتش. اليوم راهو عنده ثقه كامله من طرف الناخب الوطني، لا بروف اليوم دخلوا تيتولار ان شاء الله يفا سامبوزي ويوري واش يقدر. محرز اليوم لازم ياكد، محرز بيان سور على كل حال محرز راه قائد الفريق الوطني وعنده لا كونفيونس تاع بالماضي، ان شاء الله يكون في مستوى عالي. شفناه راه يلعب تيتولار كاع لي ماتش في الفريق تاعو تاع الاهلي جده، حتى هذا الامر هذا راح يخليه يكون بلوز اون فورم في الفريق الوطني. رانا نقولوا محرز لازم ياكد، لازم نعرفوا بلي محرز عز الدين رحيم بلمسه واحده يصنع الفارق، ياكد ولا ما ياكد؟ بيان سور باس ديسيزيف، محرز يقعد محرز الأخ إبراهيم. نعم. حبة من حبة وكاره من كاره. أجواء ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة كما نتابع في هذا البث الخاص بالشروق الإخبارية. نعود إلى الصور زملائنا من فضلكم، صور قبل دخول اللاعبين. نعود إلى ملعب، وها هي نترككم مع الأجواء. جمال بالماضي داخل أرضية الميدان، جمال بالماضي داخل أرضية الميدان تحت هتافات الآلاف من أنصار المنتخب الوطني الجزائري، ودخول اللاعبين الآن إلى أرضية الميدان. المنتخب الوطني الجزائري بالقميص الأبيض والمنتخب منتخب جزر الرأس الأخضر بالقميص الأزرق أمام الآلاف من مناصري المنتخب الوطني الجزائري بملعب الشهيد حملاوي بمدينة الجسور المعلقة. نترككم مع هذه الأجواء الكبيرة من داخل الملعب.